في ناس بيعبدوا ده، في ناس بيعبدوا ذاك. أم يفتح بلاغ، الله يفتح راسك، افتح بلاغ، الصوم من أخاف، لأنه ده الحق وده المنهج يا جماعة وده الدين. ولو ما وضحنا للناس وعرضنا ودمنا وروحنا بقى فدا لهذه الدعوة حتى يسلم الناس، الدعوة ما بتمشي. لازم لازم الدعوة تمشي ويكون وضوح. قال أخرقتها لتغرق أهلها، مع أنه موسى أول زول كان بيغرق هو عند القد، لكن العلماء قال كان همه في الناس قبل أن يكون همه لنفسه. أخرقتها لتغرق أهلها، مع أنه هو بيغرق أول زول لأنه هو جنب القد. فده الداعية كده تكون واضح، نشروك في سبيل الله. ودي الشهادة، مش الشهادة يموت في مظاهرات، ده ما هي دي ما شهداء. الشهادة إنك تموت في الدعوة دي أول حاجة. والله ما قامت غزوة من الغزوات، لا بدر لا أحد لا الأحزاب والخندق لا تبوك لا غيره لا غيره، إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك. الأخوان المسلمين ناس راغب السرجاني ومين سويدان وسجمان ورمدان العاملين فيها بتاع سيرة، ويحفظ الكلام. وخرج رسول الله من المدينة وذهب إلى كذا، يقعد يبكي. خرج ليه؟ قبل ما تبكي يا أخي يا مسلم، ليه خرج؟ ليه خرج رسول الله؟ خرج من أجل الدعوة إلى التوحيد والنهي إلى الشرك. السيرة كلها من الغلاف البداية والنهاية كلها كلها، شفت كيف؟ السيرة الشامية كلها، سيرة أعلام كلها، السيرة بتاعت الرسول والأنبياء كلهم، سيرة دي بالتوحيد بس، ما في حاجة غير التوحيد. لا بد تفهم الموضوع ده. ولا طلع من مكة وطردوه ليه؟ عشان دعاهم إلى صلة الرحم. كذاب. صلة الرحم كانت موجودة قبل ما ربنا ينزل الدعوة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خديجة قالت له كلا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، قبل 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 ما تبقى نبي، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق والدهر، ده كله قالت له حاصل منك أصلا. لكن العداجة وين؟ ورقة قال له لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. في ناس مما أخذهم علينا دعاة، قالوا الشباب دل عملوا مشاكل وسووا أفسدوا وسووا. يا أخي لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا شنو؟ إلا عوديا. ده ما أخذ علينا؟ ناس بيعادونا ومحل ما نمشي بدقونا، ده ما أخذ علينا؟ والله خاب وخسر. دي دعوة، دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى. لكن بعدنا إحنا مخلصين مرائين، ده ما يعلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأثبتوا على الدعوة وأخلصوا النية لله. ربنا ما دار منك كلام كثير وعمل كثير بقدر ما أنه جل وعلا يريد منك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحسان العمل أكثر من كثرة العمل وكثرة الكلام.